قد يعاني البعض من تشقق الشفاه، وذلك نتيجة للعديد من العوامل، منها ما هو مرتبط بالجو وتقلباته، ومنها ما هو مرتبط بالإنسان وبنظامه الغذائي. ولأن الطبقة الجلدية التي تغطيها الشفاه رقيقة جداً ولا تحتوي على دهون، فإن تشقق الشفتين وارد الحدوث بصورة شبه دائمة، ولا بد من تدارك الأمر قبل أن يتطور. سنتعرف من خلال هذا الفيديو على أهم أسباب تشقق الشفاه وما أفضل طريقة للعلاج. أولاً، تقلبات الطقس. تتعرض الشفاه للتشقق نتيجة تقلبات الطقس والعوامل الجوية المختلفة، إلا أن السبب الرئيسي لتشقق الشفاه هو التعرض للطقس الجاف والرياح، حيث يؤدي التعرض للجو البارد والجاف شتاء إلى نقص الرطوبة في الشفاه مما يعرضها للتشقق، بالإضافة إلى أن التعرض المتكرر لأشعة الشمس صيفا قد يزيد الحالة سوءا. ومن الجدير بالذكر أن غسل الوجه بالماء الساخن جدا قد يجرد الشفاه من الدهون الطبيعية مما يؤدي إلى جفافها وتشققها. ثانيا، جفاف الجسم. عند تعرض الجسم للجفاف وعدم حصوله على كميات كافية من الماء، يبدأ الجسم بسحب الماء من الأجزاء المختلفة، وذلك بهدف ترطيب الخلايا، ويترتب على ذلك جفاف الشفاه والجلد والعينين والفم. فمن لا يشرب الماء بكثرة تتعرض بشرته للجفاف، ومن الطبيعي أن تتعرض الشفاه أيضا للجفاف كذلك. كما أن الأشخاص الذين يعانون من التعرق الشديد أو الإسهال يفقد جسمهم السوائل بسرعة كبيرة، وهو ما يؤثر بشكل كبير على رطوبة الفم والشفاه. ثالثا، لعق الشفاه. قد يلجأ بعض الأشخاص للعق الشفاه عند الشعور بجفافها وتشققها، ولكن هذا يتسبب في تبخر اللعاب مما يجعل الشفاه أكثر جفافاً مما كانت عليه قبل لعقها. كما أن لعق الشفاه بشكل مستمر قد يؤدي إلى حالة مزمنة من التهاب الجلد، لذا إذا كنت معتاداً على لعق شفتيك فتجنب وضع بلسم للشفاه بنكهات، إذ قد يزيد ذلك من رغبتك في لعق شفتيك. رابعاً، التنفس من الفم. يسبب التنفس من الفم خلال النهار أو أثناء النوم بقاء الفم مفتوحاً مما يؤدي إلى سيلان اللعاب، وكذلك تدفق الهواء بشكل مستمر حول الفم مما قد يؤدي إلى تشقق الشفاه في العديد من الحالات. خامساً، نقص بعض الفيتامينات. بالإضافة إلى هذه الأسباب، قد تكون الشفاه الجافة أيضاً تعبيراً عن أعراض نقص بعض الفيتامينات الضرورية في الجسم. فإذا كنت تفتقر إلى فيتامين B2 أو الزنك أو الحديد، فإن تشقق الشفتين من الأعراض المتوقع ظهورها، وقد يكون هذا النقص راجع إلى نظامك الغذائي. فعلى سبيل المثال، إذا كنت لا تأكل اللحوم أو الأسماك أو منتجات الحليب، فإنك معرض لنقص العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات، ويمكن اتباع الإرشادات التالية للتغلب على هذه المشكلة. أولاً، الاهتمام بحماية الشفاه. ضع بشكل يومي البلسم الخاص بالشفاه حتى يعمل على حماية شفتيك من أي أضرار تشقق قد تتعرض لها. قم بوضع مرهم طبيعي للشفاه، وينصح بأن تواظب على استخدامه حتى تحافظ على شفتيك رطبة. ثانياً، الماء. فوائد الماء عديدة لا تحصى، فمنها فوائد صحية مثل تجنب جفاف الجلد بما في ذلك الشفاه، لذا ينصح بتناول حوالي 8 أكواب من الماء بشكل يومي حتى تصبح الشفاه لينة ورطبة. ثالثاً، معجون الأسنان. معجون الأسنان الذي تستخدمه دائماً يحتاج إلى تغيير، لأن بعض معجون الأسنان يوجد بها مكونات صناعية قد تسبب تهيج وتشقق الشفاه. في النهاية، ينبغي استشارة الطبيب إذا كان تشقق الشفاه حاداً ولا يستجيب للعلاج في المنزل، ففي حالات نادرة قد يشير تشقق الشفاه المستمر إلى وجود حالة مرضية كامنة.